ناصرت به الحق يوم السداد، 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 ناصرت به الحق يوم السداد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الله يدن بركيه كل ضد مسلمين أيين النهي وحنا هبون هذه شرالة ضد كمسلمين إن إسوانيان وحتى وحي قرنيان إن إسحسوسيان وندمه وحي ينفع ضاؤون ددك إيمانك له سيد الله سبحانه وتعالى قرآن كي سكوت المامي. موضوعنا إنه وحوغاك قادن دون وحوهي قفك إنه كسك ناضو ووحيكستو دين تيسا أيضا وقتنا إنه نور لهي بحليدنا إنه تشوغنا أبا عالم الإسلام كسيدو قلنا يا هيبا أي اسكبضان تهاي فتنتا إيا امتحانكو نعمة إلهي بحي سبحانه وتعالى وحاقو وين إسلام نمضى دين توا نعمة وي نعمة هدائن الله أقول شكرنا الله وينو سيادنا يا وينو كرنا يا هدائن كل شكري ويننا وحين أقول دعيا تقدر يا نقصي أيان أقول إيمانا يا إذن موضوع أنت نام بلابن وح مهم إن قف كستا أو مسلم أهي وفهمه وتشدد على الله كلها أن بحك مدة كترتا أبوريتانك وألك أبوري عن قف كوائل فهم سيهاي لماذا خلق الله الخلق إلهي محو أبوري خلقه ربي محو أبوري بني آدمك ربي محو أبوري جنك ربي محو أبوري ملائكتا الله سبحانه وتعالى وتشدد كله يهاي أبوريتانك أجمحويه مرك قفكم مركو فهموا حكمة الله أبوري وحول نقول يا قف بتبادة قف دين تنو الرميسي هاي هيستاء حقا أو حجستاء ينقون يا لكن قفكم هدانو قرن إن وتشدد الله وكلها أبوريتان كأج هدانا تقرن كريم با سلبي أرباط الله ميسا إلهي مقرئ نورسنا مجيل بينو الرعنا ما أني بينو أعلنا قفك مسلم كوائل سويدي ربي وحو أبورتي حربي كو أبوري سبحانه محو قال لي أولاكي دي أبورتانك جنك محو قال لي أولاكي دي أبورتانك ملائكتا انت نرد سؤالها نرد جوابته دا الله سبحانه وتعالى قرآنك أيو إنو بشيكي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون جنك إيا إنسا وحكا لأما أبورين ملائكتا هذا الكيدة بدا أيو الله وما عاصيان وحان عبادة هاينا الله نما بقبت أنبا وشيدادو الله إنو أبوري ولعبادته وحده إنو الرب كله أينو عابدنو مركا قفكو بدبادية إلا وحو قرنيا وحو أنو ليها وحو أبوري يبو قرنيا وحان لو أبورين كمشقول مايو ووصائل وحان رشو بينو كوكابينا شغيسيغاني أردكاني وعان وحين كنا ولانا إنه لكن أتشدد أبورتان كأن الله كان يهي وإنه ينحاب النووي عبادتنا وحق أن لا ينقل لي يهيوي حق أن لا ينقل لي حدين كرنه الله سبحانه وتعالى وحين أبود قي وفضل جيسة إنه إن عذاب نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام تواضع الرسول كاسو ضمير سارة ونبي الله محمد ضمير ايا جديد واه ولي ضمير كصحابي بالله سارن معاذ بن جبل لورنجري
وحوا ضمير أذكرنا يساقي مؤكتين كلية هاي تواضع الرسول صلى الله عليه وسلم حن ما أنت أدركتني ما كان عدوية ما ملاح استقال يا إسلام با ضمير بو سارية وسيد الخلق خلق إلهي أبو ركي وقف مدناء وقف أدلق بدناوي مركز سؤال بويدي السحابي قول رسولك وحكو يري يا معاذ أتدري ما حق الله على العبادة معاذ وما قرانيسا ما تقانا حق إلهي كل يأدو مديسة وحق ربي كل يعني مركز الصحابة لغا وحيولها يا رسولك مركز سؤال ويديو إلى يلاهدان الله ورسوله أعلم ألا يا رسولك ساكو علمي بدن رسولكنا سؤال وحيولة جيدة إنو درينك صحابي السؤال جيديو رسولك وحيولة حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وإن يألا عابدان عبادة دي سنة عدك لآن وحبك السينين عبادة أيو ربي حق لي هاي عبادة ذا نوو حيان صحيصا وربي أقبليا مركات ربي كلي أولا جيدو ألا درتي مركات الصميص إخلاص عبادة ذانا آتك قد ينيسو الله رسولك سي صلوات الله وسلام عليه دات السؤال يا رسولك علي مرلواد وحولي أتدري يا معاذ ما حق العباد على الله ما قرأنا يا معاذ أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم حق أي الضومد مركا ألكو يا لنيا وفضلك إلهي سبحانه وتعالى إلهي بلنك سلام باتشي حق الله ورسوله أعلم قال حق العباد على الله أن لا يعذبهم حق إلهي كل يأدو مدي سواء عذاب فكهتين الله لما أدو الله حق ونقول له يهي وحد نقول إن قارب البعض حق ورب الله يهوي إذن حق الله كقولها مركز لئي مويده وحتى هاي ظالم قف الله الظلم يهي بعد نقول إيسا وإنه نقول إن الظلم يقول إنه حوية هاي والظلم أدبو حوية وهي حق الله مركز كسو بحي ويده أما أتسك لبا أولكتو وحد قال إيسا إن عدة الظلم دي الله كو أبورت أيتها لغمان وقال مركو ابن جيس اللهد لي يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم شرك هو الظلم وين شرك هو عبادة ومال عن ميشي دي هين لديقو والظلم وين بو اللي سبحانه وتعالى مركا حداد مركا الدويدة إلهي وحد وقو أيان ترنتهاي مركا الظلم دو اللي هكو أبوري سبحانه وتعالى سوى هذا محايد هذا قيلو سعو سعو مركا دعين داقضاء لقو يابا مركا اللي هكو أبورتي أينو الظلمينو أبو جيدد ربي أبو رتان كينا كلا هابا أينو قران وينو وأينو سوبق هذا وينو ديني محايتها إيمان محوية إيمان محوية أينو قرب وينو مركا سينو لقو أينا ضايم الثبات مركا اللي هاي سقنان شوهي وإينو إلهي دين تي سحيكي سنو وإمك حرفك الثاء إيا با إيا تا وحي كتوسا يانشيق سقناشيه سا أم بالنجادي جيسة ثبت ثباتا وثبوتا أي دام واستقر فهو ثابت إن المرقول الدين تعالى أن تجسنا وقال له حنوي وحكستو دعاء وحكستو يمادا لبكستو تمادا لا لديوكستو يمادا وإن نقطو قف الدين تسعون هيستا جسنا وإن نقول له حنوي جسنا وإن نقول له حنوي وإن ذي لاحي طريقي سكود توسنا توي لنعنى بآنا دقابن مركا قفكو مركو توسي هاي وقف سوغن اوي هاي وقال عبادة دي سامارة اللذي ما دا دين تعلنا آن كالليح الليحان تاسوحي كتوسي ساقفكا إيمان كيسو إنو ونكسي هاي كامل إنو يهي وحي كتوسي ساتلا سارة شدو الله تلا سارتي أنبو عسك شدو الله عسك دين حوغن تهي وحي دليلو تهي قفكو إنو قفكو آن لإنو يهي مردان دين سيسك الله لحاني وحذا قرانا يسألو كسو قيه طريقا أينو مالي والبا انتا سو جير اللو ويديسن إنو إنو حنوني الصراط المستقيم إلا طريقا إنو آدكا قادو أنبأو كوكيو هالكو كو أروري أو جاندا إن سقناشا إلهي دين تيسا قوفكو كسو قنادو أنبأو آدكا يستو وحادك قد ينسى رسولك إلهي صلوات الله والسلام عليه يا أصحابتي السبع ضايب مركا قرآن كان إن بضنبو ألا كقهد لي
inaynu alla diintiisa xajisanno oo aynu sugnaanno oo markastoo dhibaato yare ay timaado inaynaan dhicdhicin oo aynaan leexleexan dadka iimaanka lehna alla wuu sugaa yuthabitu llaahu aladiina aamanuu bilqowli aلthaabiti fi lxayaati اdunya wa fi lakhira ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء رب وحول سبحانه وتعالى ألا وحو كسوغا يا قولك السوغن اي حقا الدوية دا اي آخر دا الدوية دا تنول يا قفك اسلام نمدي سيبو هاي سنة يا كسوغ ميا آخر دا قرغر كيدا مركو تغانا خاتمة دا ألا وحا قاتشنا يا ويسوغا خاتمة دي سوغن اكسن تحيبو تغيا كو الله الظالمين تانا والله وولو ميا سبحانه وتعالى ويفعل الله ما يشاء ربنا وحو سميا وحو دونوي بالقرآن كما ركاد اكتور ربي وحو الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاتي تدك على الرمي سنة إيمانك له هل لمن أمار الله كبقى كبقى شدي سحقا هل لمن نينا إذنك أو مسلمين مويان ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معنى قفك إساقك عنت أقومت oo qofna ma odhan karo anigu waan hubaa inaan islaamnimo ku dhimanayo laakiin markaad alla ka cabsiga daa'into allah baa ku ilaalinaya allah baa wuxuu ku karsiinaya anboo ma aragtay subxaana wa tacaala uu ku waafajinaya inaad islaamnimada ku dhimato ayuu alla ku waafajinaya khaatimo wanaagsan ayaad helaysaa idan waxaan oo dhan waxaa lagu helayaa alla diintiisa markaynu ku sugnaano alla diintiisa markaynu fahamno waayo fahmidda alla diintiisu waxay daliil u tahay qofkan inuu alle subxaana wa tacaala uu khayr la doonay waman yurid allahu bihi khayran yufaqihu fi ddiin qofka ilaahay uu khayr la doono bimacnaa la jeclaado iraada imika waa bimacna almaxaba waa iraada sharciya qofku ilaahay la jeclaado khayr wuxuu waafajiyaa amba uu fahamsiiyaa alle diintiisa diintuna fahamka kama soo hadho haddaynaan diinta alle fahamsanayn sugnaashahan aynu ka hadlaynaa ma imanaayo idan marka waa inaynu diinteenna adkaysanno oo dadkeenna waad og tahay caalamulislaam sii u dhan yahayba meelo dagaalaa ka socda xurubalfitan waa lagu baaba'ay dhallinyaradeennii iyo dad badan oo ummaddeennii gaalay u galeen xaalado adag baynu ku jiraa idan markaa waxa kaliyaynu ku badbaadaynaa waa inaynu alla diintiisa xajisanno wey oo aynaan diintiisa ka leexleexan in badan baad arkaysaan oo diinta ka tagtay waynu maqlaynaa qaar baxayba oo ridoobay oo masalan dee islaamnimadiiba ka tegay in badan ba waxaynu arkaynaa wanaagsanaayo imika derbiyadan iska fadhiya oo kaba shakisanba diintuba waxay tahayba aqoonna isbidaya in badan baad arkaysaa wanaagsanaayoo jamaca iyo jamaacada kugula tukan jiray oo maanta aan joogin masaajidkii waxaan oo dhani maxay keenaya waxay culimmadu yidhaahdaan qofka haddaad aragto isagoo leexday qof wanaagsanaan jiray oo toosnaa oo leexday haddaad aragto laba sababood unbaa ugu wacan laba arrimood midkood unbaa dhacay waa mid weeyaane qofkani nicmadan islaamnimadu alla siiyey ayaanu alle ugu mahadnaqin ma ognahay islaamnimadu inay nicmo tahay nicmo weyn weliba inay tahay ma dareensannahay marna allah subxaanahu watacaala ma ugu mahadnaqday inuu alle islaam kaa dhigay inuu alla iimaan ku siiyey marna alle ma ugu shukriday alyowma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu calaykum nicmatii wa raditu lakum alislaama diina wa atmamtu calaykum nicmatii buu alla leeyay subxaana wa tacaala dushiinna waxaan ku dhammaystiray nicmadaydii nicmatii waa nicmata islaamnimada marna alle ma ugu mahadnaqday ilaa nicmadu waxay doonayaa shukri haddaad nicmada ilaahay subxaanahu watacaala ugu mahadnaqdo alle wuu kuu siyaadinaya lain shakartum laaziidannakum walain kafartum ina cadaabi la shadiid war marna alle ma ugu mahadnaqday salaada cibaadadaadan islaamnimadaadan ma dareemaysaa inay nicmo tahay mise waxaad dareemaysaa inay wax kaa maqan yihiin dollar baa kaa maqan guryaa kaa maqan hudheelaa kaa maqan ph d baa kaa maqan maxaa kaa maqan marna ilaahay subxaana wa tacaala ma ugu shukriday hadday nicmadan alle ugu shukri weyno way tegaysaa laa shaka meesha way ka baxaysaa talabaadna waxa weeye inaad had iyo jeeraale alle weydiisato inuu alle kugu sugo islaamnimada islaamnimada inuu alle kugu sugo oo aad ku waarto waa inaad alle weydiisato weeye nabiyullaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam maalintii madiina ay gaaladu isku xeereen qaswatu laxsaab ay soo urursadeen
isagoo godka wax ka qoday dhufayskii amba tarajeegi madiina lagu wareejinayay oo ciidu ay qarisay rasuulka calooshiisa ila godkii baa dheeraaday ayaa hadana rasuulku wuxuu lahaa lawla anta mahtadayna wala tasaddaqna wala sallayna fa ansilan sakiinatan calayna wa thabbit alaqdama in laqayna ilaahu gumadaha ayaga sug buu lahaa ان الاولاء قد بغوا علينا اذا ارادوا فتنه ابينا ونديدني markay gaalimo nala dooneen iyo islaamiyada in inaga jeedeen الفتنه في هذا الحديث والكفر waxa gaalada waxay doonayaan in diinti ka noqoto inay ku maare meesha ka saaraan idan ba waydiisata marka salaada ku tirto iyo madka goonidaada u joogto iyo marka masajidka joogto iyo marka meheradaada joogto war alle ma waydiisata ربي سبحانه وتعالى إنه كوسو إسلام لماذا؟ مدى البتاء؟ ما ويدي سنة؟ نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام وحا يري ما من قلب إلا بين إصبعين من أصابع الرحمن إن شاء أقامه وإن شاء أساقه قلوبت بني آدم كبا وحا كتران ألقى عن تيسا فراه إلهي بكتران سبحانه إلهي بارك رغة هدو دوننا الله سبحانه وتعالى ووتوسيا هدو دوننا الله ووليحيا مركا رسولكم محور جري صلوات الله والسلام عليه يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك إله قلوب ترك رقو قلوب تيضا واحد كسب تأدين تادا مركا ستشوك تآوى إنا إنو أولاني مادنو إنا إنو ألوي دي سنو إنو ألا كبرينو إنو قلوب تينا أو كسب إيمانك waa qulubta inagu ma xukumi karno qalbi baba la yiraahdo uu isrugrugaya sadheerigu u karo oo kale ay u rugrugmaya idan marka maba taxakumi karno qalbigu haduu wanaagsanaado adna wad wadaagsan wanaagsanaanay saawi idan marka yuthabitu llahu alladina amanu bilqawli thabit alqawlu thabit wa kalimatu tawhid wa qabriga marka lagu galiyo ee dadku ay ka dareeraan ee iilka yaraad aragtay amba luxudka yaraad aragtay lagu soo fadhiisiyo ee halka labada malaak ay kuugu soo galaan waxa kaliya lagu weydiinayaa waa maxay mar rabbukuu rabbigaad caabudi jirtay kuma aha lagu ma oranayo mareer awdal baad ahayd mareer hargeysaad yaad ahayd ma kulmi aad ahayd waxaan idin ku daalay ma wadani baad ahayd ma u cid baad ahayd lagu odhan maayo yaad ahayd lagu odhan maayo ma rabbuk rabbigaagu kuma aha iyo diinta ayaa rabay nabiga alla kuu soo diray iyo diinta aad haysatay idan marka qofka wanaagsan ee ilaahay qowlka xaqa uu ku sugay wuxuu odhanayaa rabbi rabbi allah وديني دين محمد صلى الله عليه وسلم نبي يقول محمد بو هابو ورمي وحكى لو رمنا هل كاسة تقيسة معنا دليل لما شدنا كاقم بها دليل واقي بريا يمان والبعيد بين آسينا هل كا واحد كل كل ميسانا وحوية دين تنون إن لقوي دين وحكى لو لقوي دين يا مترت صحابة حتى رسولك إلهي بلن بين لقلي ترين بلن كأي أحد لقلي ترين وحو أها على السمع والطاعة إن المقلان أو أيه كان سمان في عسرنا ويسرنا ومن شضنا ومكره المر كانوا لبات كشرنا علي حالة أضق يا حالة دار الله ظن هاي مر كانوا سكفر فرعون هاي مر كانوا لبي شرته أيانو بلنا كل قل لبينا وألا ننازع الأمر أهله يا أرنت إن أنا عند مسؤول إله وقد قد تضيع وقع مسلمين تا ألد شرعي سكون رغميسا هاي ستا إن أنا أرنت ذك وقبصا وعلى أن نقول بالعدل أين كنا مر والبناء إن أنا الشجن عدالة ملك استو أنا كص جن حيوا لا نخاف في الله لومة لائم ألد درت يدينتي سنة عدنا وأنا كجبق بق أحدنا أنا كبقي إذن وعلى أن نقول بالعدل أين كنا عدالة مر والبين للشاو أصالة عدالة مرك لا تعريفنا يا ودعي كريسان تدكو إنا وهايستان عدالة إنا السنان تهاي صح ما هدي عدالة لا إله ذا عدالة هو السنان وقلط عدالة شرعا وحل لا إله ذا إعضاء كل ذي حق حقه قعد ولي بوحي مدن تهاي قف ولبوح مدنيها إنو حلو
أقوم بها لغوك للتقية تمر إيه حوك بها لغوك للتقية الله كعبسي إيه تقوى إيه عبادة لغوك للتقية عدوة لبا حق أي ليد هاي وإنه هشوي إذن خوفكم مركا وإنه هذه الشرالة أنه الله بأيدي سنة سبحانه وتعالى إنه نقصه إيمانك إيمانك إنه نقصه إذن مركاين وحيابا إنو فضينا يا آيات رها دبا دينتين إني إنو كسونا عنه وصائل أما الدرق لما رأى آيات رها وصائل بعلمة قاركو دي لهذان قارنا وحي لهذان عوامل بي لهذان قارنا وحي لهذان أسباب معنى وحيابا ها الدرق ده أما هل وحي الله إيمانا إنو سأينو دينتين وحي جسنو وإنا مرقنا أوليح لحنين با وحاوه الرأي وإلي الله كتاب كيس الدراسين قال الشيخ ديق بايدين وضع كتابك ألا إني مدرسين الإقبال على القرآن آخر ياها آخر صديتها إياها ديتها كعمل فلا بضبا التلاوة لبضبا وإني القرآن كي ألا قابل له ويا وحرق إنك يا الله إنك الدحية حبل الله المتين وحرق ألا أنك إتانك لهين وي والنور أين وحكو إفتين سنوي قفك قفصده الله با إلى لنا يا سبحانه وتعالى قفك الراعي كوحو حكمتمنا الله با إلى لنا قفك ضدك براء أقويا لنا الله با كوحنوننا يا طريق حقا يعني قفك أسوه كدوية هاي أمد إنتي ذكالي وإن كتابك إلهي دراسينا وإنين برنا خيركم من تعلم القرآن وعلمه نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام عليه وحيد كو خير بدن قفك القرآن كي برتي ضدك نصيبا طيب إقبالك وإن الله نباد نوي قرآنك مركا وحو كينيا إنه ألا دين تيسي حيث سنو أينو أتكي سنو إساقنا وقوه الرأي قلوبة وحو كبيريا إيمان نو لفهن وحي نقونا يا قوة ظهرا وحي نقونا إن قار إلهي كحرا سبحانه وتعالى حريرك إنك يا الله إنك النحية أيا وحو نقونا يا متشوكتا وهي آياتك إلهي سبحانه وتعالى وسودة شيء قلبك مؤمنك أوحى أويهم بدبادو إيا الراحو إيا الدقنا شأي أويهم وأتكو حص ليسا إيمان بدكوه ليسا إيو وناك بدكوه ليسا إذن وحا كالو قرآن كي أينو كقادن إنا شرعك إلهي إنين لاسمنو أو أينو كدقنو عمل وناك سنة إنين لنمادنو ويقفك بين آية مسلم كأ مؤمنك أيوحو بدبادا يا مركو لي مادو عمل صالحة وحنا واجب أقفك مسلم كإنو يقانو محالا إلى هذا عمل كوناكسن متى يكون العمل صالحا قرم أي عمل كي هاي صالح هدي أي نام فهمين عمل كوناكسن وحاو يحي سينو بدبادنا وأدكتا اسمعي لا نكر عمل كوناكسن صالحا يا رب كل أرتي عدة إسقال التي مويان بني آدم كأنت الله إيماني إني خسارة يان لا بشر ديبول ليه وين فهمتان يا جماعة لا بشر ديبول ليه شرط جاوبه الرجاء وحويه وحك صوت قبان الصوت ألا درتي ولا شيء دود عبادة ولا شيء ده وإنه لله كأية ألا درتي وين دو قبط الإخلاص شرط قال لبعدنا وحويه عمل كان عصمين سائل يهاي عمل وافق صن كتابك إلهي إيه سنة النبي صلوات الله والسلام عليه أن يكون صوابا مركا عملك صالح من نقونيا والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ربو دارتي وحاو كو دارتي بين آدم كورنمي إني خسارك سقيه مركا صائير إلهي كر يا بي إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر كوا ألا الرمي إيمان كربتا يقينك عمل كوانا أكسنا الليين عمل كوانا أكسنا وإن أدل الله لدرتنا أصميصو سميتي سنة وإن أدك قضينا رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام رسول الله محمد وإن عبادة مركات سمينا أم بأي اللي نقدونا إيو عبادة دوحة لإيقا يا قدر كأينو كلا إيمان إنو شرعيها حلق الله إيمان أيو قاب كالله إيمان أيو يقدر كلا قلا إيمانيا مثلا صلاة مغرب بين تكني الله إنك أقبله حل بالا تكني ووقت قعد عيد ونعض هدين أن صلاة مغرب وحين تكنه إن عصرك لا يقبل إله إنك ما أقبله هدين أن هذا الصلاة عصر أفرق عيد بين تكني
أما شبه نتكرهنا أما نحب نتكرهنا ربي ما أقبله سبحانه وتعالى ويقدر كي نقع أدون صدوة صدحرك عدود وغير حلنا وإلا هذا قابلو تكرهنا وإلا هذا ركوع دي يسجود دي هذا تلاته سجود دانه الرئيسين يا ركوع دان دبيسين يا هذا ما يصح مركب بارك الله فيكم عملك الصالح أنا لبدا شرد أينو إلى شنو وعملك الصالح قبلنا ألا درت أينو قبلنا شرط قال الله بأنها النقض عملكم يدوافق صن كتابك إلهي إيه السنة النبي صلوات الله والسلام عليه إذن اتباع عمرك الله ما أدنو الله هو ينتعلان إياه ما دونينا إنو الله ينتعلان الله هدين دونينا إنو ينتعلان وإنو الرسول كيسا رعنوه رسول كيسا وإنو رعنوه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعون يحبكم الله الله وحول الله قل واحد النبي كل أمري إن كنتم تحبون الله هداتهين كوا على تعال هدا إذا كنبت هاي شيء شذا شيء نسان إن الله تعيشهين فاتبعوني راعى أنا يقول النبي محمد يحبكم الله الله مركه وإذا تعلانا يا ولما هو حكوا يغفر لكم ذنوبكم تين بيدنا أن الله ورافع يا سبحانه وتعالى إذا اتباع الرسول صلوات الله والسلام عليه وعملك الصالح أبو كنديها ضايم النبي الله محمد عليه الصلاة والسلام عمل كالصالح أنا وجبتين شري وجبتين شري إما كمال أنتي هداتك تو صلاةها سنياش الرواتب تاه اللي بيجي طبعاك رك حدود آه جنة جلسة النبي عليه سعيشة رضي الله عنها رسولكم من ثابر على 12 ركعة وجبت له الجنة طفك اللي بيجي طبعاك عدود لاسمة وجبتية كان هذا أيوب قاله سنن في سنن الترمذي ولا بيتوبة أفر ظهر كهرية لما كدم بيا سلح ماها مغرب كاللبا عشاءي كان اللبا صبحنا اللبا لا بيتوبة سما ثم كنا وسوا عروري وواتران موت إن أقوبي الله سبحانه وتعالى وحلا وجود وهذا وجود عليه هاي عبادات كان واجب كه هو الله ينقو فرضي عليه سبحانه وتعالى إذن مركز سنياشا كدرتنا الله يسيج علانا يا وحول بيستقاكون نقوني ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه أدعو كي يقول مدى أيه أو كمهره إنو سنياشا يقصر دوان أيه إلى أن كتش على هذا مركز حديث كي ينتسك لسي أخي مركز مركز على هذا محاول نقوني سمعه الذي يسمع بها وبصره الذي يبصر بها ويده التي يبدش بها أو كما قال وحول بأ الله باكون نقونا وكنت من تامين يا وي إله باكنت من تامين يا حق وكرنسين يا وكإلالين يا أفئي أدين إيجع وحدك قبنا يساء وحوناكسا وحق وأنباد لحين إذا وحيابها كلا ثباتك كينا يا إني ندين تألحي جسنه وحكم بدا إني ندراسينه قصصك أنبا وررك كسامسنا أنبيدي إلهي وإني ندراسينه إلا كتاب كيف إنه هاي سنة قرآن كأ حديث الرسول كيف إنه هاي الناس صلوات الله والسلام عليه أنبياء إلهي وحي كل عي يدد كونك سنة ينجوه الرئي مركي الله امتحامي سيد الدين توضع قبصين وقصص كانوا ألا ينوش يجيوح وألا ولد شيء دائما ينكو عبرق هذا وكل نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعدة وذكرى للمؤمنين قصص كأنبياء وأنبا ورر كأنبياء كساب سنة إلهي القرآن كجوار ما معنوه معها شيء كبرلي دي سماري ذو كره وحين وقت جالس كلها فينا ما أنبا شو حلو دراسينا يوك تاريخهان معها تاريخهان لو مدراسيو قصص كأنبياء وح وشيدات رب كله يا رب بعينو عدي وكل نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وحين كجش شيء نقول سبحانه وتعالى قصص ك يو ورر كأنبياء كساب سنة وحيابها أنو كد تشيني إنه أنبا أنو قصو إنه قلب جاي وجاءك في هذه الحق سورة الهود معنا وح كوجين بقول سبحانه وتعالى حق يوانو وذكرى للمؤمنين دايم آياتكم مركا يسود دقيين عبر إسكاها مركا قصص الأنبياء مركا للدراسين أيو وتشدد كتر تاوحة ويا إلي نسونا شكفة إليسن تصالي نسو قادرين نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام وقال لقبتي داعي بوها تتكا وحكا لو مشي يقيني ألكا لقي عابودة أيوم بولها قوم كي سيبا قبتي قالوا حرقوه
وانصروا آلهتكم وحي لذن قبع قبك قبت بيلي هذه وانصروا آلهتكم إلى هذه نأهيلية إن كنتم فاعلين هداتهم كوى إلى هذه ضوحوا ترأي وقرقاري طب كيف الله بطورة علماء المفسرين توحي لهذان شيء وحطورة من جنيق الله مثلا سين بحالها صواريخ الله بطورة أو كره شيء وما يدوان كرين دب كان دب لو دوان كرمو هاين أيا أنت الله قد حطورة أيا ربي أمري نار تلفتي إذيبا الله يجينا الله مهضل سمدنا الروب كان مؤرن دب كلفتي سيبو ألا أمر سيه سبحانه وتعالى قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم نار تبقى لكل واحد نقطة قبو يبد بادو نقو علماء قاربة واحدة هدو ألا ورن لها بردا قبو ما بيكون دليل الله طبيعتنا طبك وين نقانا وكل ليه إلهي أوديس سبحانه وتعالى دبكي أولي بحي أيا وحو السبد لي قبو إيانا بتقول وسلاما على إبراهيم على إبراهيم وأرادوا به كيدا وحلطوا نبوء الله سبحانه وتعالى الشرقول إيانا فجعلناهم الأخسرين لكن وحانو كردقني أم بأنو كأي لكو وخسارة حبطا مركة الله الدين مركة نبي الله إبراهيم مركة ماشا لقسي وذي هذا الكي أقدا بيي أؤيري محوها حسبي الله ونعم الوكيل الله با يقف لنبوده حسبي الله ونعم الوكيل علماء قال كود أثر بي الشيقان وحيدا مركي سيوة دين دبك كتوريين أيا جبريل وقصة أيا وحو ملك الجبريل با كويري ألك حاجة يا إبراهيم إبراهيم وحما أبا هانتهاي محان كو قبط أما أنت فلا بود وأما إلى الله فبلا هذه كوم أباهني لكن الله ونباهني سبحانه وتعالى شوف هذا الإيمان طبعا لقو توريا وانا لقو توريا فعلا من قبنين حسبي الله ونعم الوكيل هذا ما لا ينسى إنك ذاتك ما أنت ديدو حلقة سارة يا هدي برت لقوها انتبه والله قلها عرتك مساجد ده قارب ضمب كورا وحبا لها إن قريا سكي تكن أبو حبينا تكن هدي برت الله إلى هذا سفارة إنجريس وحي بحين في سيال وحنا لسينا يا قف كستو دين تكبح والله نتجرن لهذا الرجل بدونه مساجد كتير كيوغ كتير أي هذا الرجل كيوغ وهي ثبات بانتري أم بيضا إلهي مركا قصص وين كفايد السنو مركا ليبات اعتماده ولي بالدين تهذا كصابصا وإنا دبء علي سمس كحد هذا وتلا هذا النبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام محوكم موت محوكم موت تصارك لين السوق هذا إنها فرعون أيا وحو بربحيي غير بني إسرائيل وانا اني كبراني وكبر وحو كقبو أنو ربي قال ربي يضع قصر ريي أنا هاي بابو فقال أنا ربكم الأعلى ربي قال قصر ريي انت بدن بانا هاي بابو مركا يقحين حقا هوري حقا يوسع دان بدي باكا هور ريسا فرعون يعيد مدي سنوي دبس عضان way arkeen ba qoladii muuse la socotay ayagoo lagu daba jiro ayay arkeen falamma tara al jam'an qala ashab muusa inna lamudrakum markay sarkeen labadii col hada fircoona uu arkay iyaguna ay arkeen in reer bani israa'il dad iska ducafa oo la bahdilay bay ahaayeen waxay yiraahdeen inna lamudrakun waana la hayaabay yiraahdeen wallahi waana la hayaa waa inagu jiq حال ضوي مريسة البحر أمامهم والعدو وراءهم نبي الله موسى موقف كيس مركا محوية قال مارت موسى كلا كلا مايا إن معي ربي سيهدين ما ترتد ما دعيسة إما قبن دونان الله باين لترى إن معي ربي ولا تريد خاصة ومعية النصر إلهي باين وهلية الله باي إلى بحين دونه سيهدين وربي وحرون دونه دريقي أن كبت بادي لهاوي بسم بسيط وش بدأ كل فعل يلي لبيتهم قبيل بيهاين لبيتهم طريق باوقفر ما يبدي
way tallaabeen fircoonna wuu isku soo qaaday badweynta dhexdeedii markuu marayo ayaa berijadii ilaahay muuse u dhigay ayuu rabbi laabay dam waaki ma qaylinaya lahaa maarta allah baan rumeeyey alaana waqad casayt ma hadda adigu hore u caasiyey marka idan baleeg ambiyada bal mowqifkan eeg mowqifkan uu taagan nabiyullaahi muuse iyadoo baddu xagga hore ayay kaa taagan tahay xagga dambena cadowgu soo socdo madha iimaankaas bal eeg intuu leeyahay maxaa alla inoogu sheegayaa wuxuu alla inoogu sheegay subxaana wa tacaala inaynu ku cibro qaadan inaynu ku cibro qaadan wey qisaska ambiyadoo dhan bal akhri أصحاب سورة الياسين بالأخري قصص كونه دراسي سحرة الفرعون وكاله بالأك سحرة الفرعون مركي نبي الله موسى إيا فرعون أي إسهلين حق عضاذي أني منكي ساحرين تأها أي أركين وحن موسى سيدائين أنو سحر كي أحين إلا أنا قوم بيلهاين سحر كي خبركو أهاي markaas ay leeyahdeen wallahi waxani waxay u naqaanay maaha sixir ba maaha fircoon markii hore uu u yeeray balanqaad buu siiyay inuu wada talacsiinayo waliba nimanka de guriga jooga inay noqonayaan ragga jikada ku jira inay noqonayaan markay alla rumeeyeen qaala aamantum lahu qabla an aadana lakum miyaa rumaysay ninkii anagoon idiin fasaxin xataa wuxuu doonayaa rumaynta iimaanka inuu fasax uga qaato ma waxaad rumaysteen anigoon idiin fasaxin innahu lakabiirukum ninkani waaba macalinkiini kabiir waxaa la yidhaha luqada qurayshta oo kale mucallimka innagu waa berigii hore inuu mulcaamadaha dhigan jiray ardayga inoogu weyn amba inoogu xariifsan waxaa la odhan jiray kabiir soo maaha innahu lakabiirukum alladii callamakum asixra fala uqaticanna aydiyakum waarjulakum min khilaafi wuu dhaartay waxaan idin googoyn doonaa buu yidhi lugaha iyo gacmaha si talantaali ah si talantaali ayaan idin jari doonaa gacanta midig iyo lugta bidix gacanta bidix iyo lugta waa si aan qofku aanu xataa tukubo u qaaran waa ciqaab aad u dara mowt waan idin jarjari doonaa buu yidhi walausallibannakum fii juduuci nakhli walaa taclamunna ayunaa ashaddu cadaaban wa abqa waxaad garan doontaan ka ayaga ciqaabkiisu adag yahay waaritaanna badan yahay wuu hanjabay gelinkii hore saaxiriin bay ahaayeen gelinkii dambena shuhaday noqdeen alla darta u dhintay way ogyihiin fircoon waxaan uu ugu ballanqaadayo amba ugu goodiyayo inuu fuli karayo haddana iimaamku alla siiyey subxaana wa tacaala qaaluu lan nu'thiraka calaa maa jaa'anaa min albayinaat wallaahi inaanaan kaa dooranayn bay yidhaahdeen xaqan annaga noo yimi walladii fadarana dhaar baabay mareenba walladii fadarana allahana abuuray baanu ku dhaaranaye wallee xaqa noo yimi iyo adiga xaqa ayaanu dooranaynaa inaanaan adiga ku raacan faqadi maanta qaadi yeer samee waxaad maanta samaynayso innamaa taqdi hadihi alxayaata addunya waxaad wax ku xukumaysaaba waa saacadahan yare adduunyada la joogo ninku waa boqor waa nin kibray ciidamadiisu badan yihiin waa dad suxarabay ahaayeen markii dambe iimaanka alla siiyey subxaana wa tacaala waxaad doontayeen bay yidhaahdeen innagoo isnaqaanaa soomaali baan iska nahayo haddii laynu caga jugli idkastoo dadka soomaali dad diintooda ku adag ay yihiin xataa kuwa yidhaahda waanu ka baxnay uma qaato inay dhab ka tahay soomaaligu inta badan siduu ku gaaloobaa way adagtay waa qadiyad macruufa wey aad ba u adag tahay iyagoo ooyayuma kiniisadda ka soo boodaan marka dambe soo maad arag iyagoo ooyayoo barooranaya oo dhul ciriya dhulkuba ku yaraaday ayuubay ka soo baxay idan markaa qisaskan oo dhan bal eeg waxaad egtaa qisaskaa suuratu yaasiin يا مؤمن آل فرعون وان كان يا إيمان كيسو قرسني أصحاب الخدود انت بهول الله تشيحا يقع عمه أيا لقو قري مركا وحيا ماها سؤنا قصص كألا ينو الشيق يودمي وحي إنو فائدين يعني ثبات إله الدين تسأين إنو إحج سنو ودقا كي أنبياد إله والأركيسة مرنا بما إله نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام حتى يهود ويسمي ورسولك قال السمي خيبر سن أيا الله قدر هلب حتى مركو لمن يا رسولك صلى الله عليه وسلم وحو كعوضي
إنه رياد كجتك تيسنتي وقت جاعسي سأد رادد بعلماء قاركود وحي طبعاً إنه رسولك شهيد هذا أبى شبه المقتول بإنه هذا سنبي أيسي وصبر ويدخرين الكهاي كدادي مركو لما سأسعين كبارك الله فيكم وحكستو إنه قوي مادة وإنا أنا إنا قلنا قاتشين دينتين أم بعدو يهان نقضان أم بعدو كالهان نقضو أم بالشيطان نقضو دينتين وإنا إنو أتكيسان وحيابها إلهي قفكو دينتي سأقصو وحكم دا إنا إنو بريد إلهي بادين دعاي سنو ومن صفات عباد الله المؤمنين الله بي بريان بريدنا وعباده الدعاء هو العبادة وعباده وين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا إلهي وقلوب تيدي حدوين بين الليين وهل لحن انت نحن نسيد بديد الله بيبريا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا إلهي والصبر طش يدا كشم قلوب تيدي بكبوحي قم دها يغنى السق ويانا لح لحن قلوب تني الله بيك عنت وبجرته قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء هل قلتوا له الأدوية المحنية مركوانا ذي الله ويديسة هذه يتشارع له قلبي قاقا إنه كسب إسلام لماذا وإلي نؤلاء ويديسة يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك والنبي الله محمد عليه الصلاة والسلام والسيد الخلق حدنا الله بوحه ويديسنا يا إنه قلبه سكسه وقال الدين تيسا فما بالك إنه هالكين تشوبنا هالكين مرينا ونبي الله محمد عليه الصلاة والسلام يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ثبت قلبي ولي على دينك إله وقلبي جيجا دين تيسا كسه ونبي محمد عليه الصلاة والسلام إنك أما محاذو ملان نسان ونبي الله محمد عليه الصلاة والسلام وقال الدنب جي سهرية كيدا مبالعف إلهي حما أنا نعيم بأو مستحيل أي تهاي إنه اللي مبع وحربوا وي وحيابها الثبات كأنه كهل إنه إلهي الدين تيسين إنه حجي السنة وحكم إذا إنه ذكرك إلهي بادنا ذكرك الله مركز هل كان مقاحدة أسكا أبو فريدو إلهي حس سأتك مركز شكتو ذكرك إلهي بادي قلبي هاك حس حبناها كحس أو عبادي سؤوتكو عربك كحس ذكرك إلهي بادي يا أيها الذين آمنوا إيدو الدقال لقترو وجهاد لقالي أيا ربي وحول يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا داد قليس إلى الشان قالا ودقال الله دقال ما يسان سكنا هذا واذكروا الله كثيرا واذكروا الله الله نحس كثيرا إنبضا لعلكم تفلحون لكي تفلحوا سياد الليبانتان لعله وتعليلية هداد الله حسنان سبحانه وتعالى إلهي ذكره سبادي سقنا هذا ودي وحس كدعيوها يا عنا عدو قال الله مركض لدك على ميسان واذكروا الله كثيرا إن بدلنا الله حسن لعلكم تفلحون سياد الليبانتان وي سياد الليبانتان إذن ذكره قال الله وإنه بدلنا ما انت أولا لكن بقى حياة اسكفر إذن وحيدان وحبك كهيرين أم بأينا وحبك كهيرين بين وطنابا محالا مقعابي محالا يلي كان محوق قبطي هل كان محالا يلي حقا محاكا سعودا كان كلام محاكا سعودا محافا كان وحاس مكتشرا بل واحد إنك تأمانت أنت سياستك شيء كيسي إيام أنت إلهي حسطي اللي النفط هذا حسابي بالبو حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا نفيه إلا فيه إن حسابي أنت على إذن حسابين بالله عليك بل ديب النقو ساك أنت واقب بريي إلا عديد أنت كدا عيسي أنت إلهي حسطي إيوه أنت وحكا لك الشيء كيسي بل إسبربرني أفريج سمي إيوه ديت واحد صو صار دا دقيقة ده هي مريدة ده لا هي حسطي إيوه وحكا لك أنت حسيسي بل هذا قصوا إيك أنت تكور ديدي وطني أم بكل مياه تكور ديدي أم بأعد تكور ديدي إلهي ما كور ديدي ما في لا يأين إسلاكته وقت قد جلسي والله إن أنا العبادة أنت ما في لا إيوه ويدس أغنهي حلي يدي وقتي إيه جهود إيه مال كي نقلني ولا إلهي دينتي سأنتي نقلني إنا يرتاح مال لفرقه عد آخر الساق نعيب وحاصر طيب بركة ذكرك الله وإنا نبادي نوي
نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام ولا الذي باع عيل كفري ويهبي وين لا يهبي نين ماذا حيوق عنه قالي قري بغرت يوسف كجنة ولا وانين دلني راء رسول كسيد ينوش يجي قروح ده ترتبة على برب ولاها الدوية ده قروح ده تعلق دمبا شدر أيولها طيب قري عوين دي قري هذا شوكتي ويكلي إسكويهين قري ده ماذا قري أنت هلاكتي أي الباب بدأ وجحيلات قروح بين لا ده حي ناتي بقر وسير كعبة نفس يقول يعني نبي الله يوسف رفيس كيلي وقال يمحوها تعلمون ذلك هو عر لكن عر كل حوالي تي قبطه يكون لك تكرار لك موته وسوى قبطه أورد كيك مو بيت بعدين محوك قبط بعدين قال معاذ الله معاذ الله بود إله أبو عسكر الله بان مكان قلي بود الله أيان مكان قلي رفيس كو قلي أما ترى شيء كو قلي وحوها إنه الله مكان صدي سبحانه وتعالى تبتو معاذ الله مركو يلي رمان موجده إذا ما ذي شهوده ويتشبين نفس هذا بوك قال إذا مركو أذكرت لي ما دقفك ممكن وبدبانية معاذ الله الله بانك مكان قريب طيب قفك مسلم كي هذه الشارع لي وإن الطريق صح أنا كسعتها وأنا ضلح ليحا طريق صحيحة طريق أهل السنة والجماعة وإن مرته طريق الضائفة المنصورة وإن النقط الله ينظركم أي سنتهاي عقيدة وإن الصافتهاي منهج كتكسع تواين السليمهاي وإن راعدو كتابك إلهي إي السنة عليه الصلاة والسلام وإن تبدع عليك فواتوي دائم دذلك وإن الله نماد طريق مؤمنين تهاي ومرنا بها كالليحن إذا المركة بارك الله فيكم وحي نقول إن كوا إله الدين تيسكسقنا هذا أي نقول إن أوانك لحلحني تربية ونأكسن وإن نويلن والدينية أخلاق ونأكسن تربية علمية أقوى وإن الدين تعلق ويلن معرفة وإن لنا وإن أضلاد حيدقا إيمانية وقلبي جاك يدميرك أقوى وإن النولية وإن ذي الله كبقنا يسوع سبحانه وتعالى وإن ذي الله نحرسي سأين رجينا إنه وإن إنه الله تعالى حي وإن وينين إنه وإن إن الله إيمان إن أذ كان إياك القلب سنان إياك كمسلمين تهدبت أسرته تسيدي أو كي برقبك هاي جيل كتير قال ماذا أو عذابات دبت ولا دي كتير ما إسلام هو حما يقان قف كمسلم كأود بع سنو وإن هناك أشكت وإن بدبادي سو وإن الدين تسوق في عنا هذا أشكتوين تذلك وإن الله نمان يثبات كان بارك الله فيكم وإن أذكوك الصنط هاي إسلام لماذا أيضا هي طريقة هذا هاي صح وإن أذكوك الصنط هاي وإن أدرين صنط هاي إسلام لماذا ياكو دوري ياكو دورتي الله سبحانه وتعالى الحمد لله والصلاة على عباده الذين اصطفى أمان ودن الله با إسكاله نبت قلي أنا كركو ضها أهاتو الدمج سؤال الدورتي الاستفاء شعور بالاستفاء إسلام باتهاي إسلام ماذا يا كوحري يا إسلام كارديجي الله باك دورتي سبحانه وتعالى مرك وين أنا ذي سقيمة ترين وين أنا ذي سقيمة ترين وإله الكتاب كيسي مرك كنا قنتوا إعد قادة تدل كساتاي ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا كتابك واحد من حرسين كورة مركانو هرقناع الدوم ماذا يدي آنو دور النيب وعلى الله سبحانه وتعالى إلهي أنبياء يا الصالحين تا يددك وناكسن النصيب يا قيب كليهين علمي أي كده حلين أنبياء أنبياء إلهي محينو كده حلا نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام وينو دحلاي محينو كده حلا نقوليو كده انتاي مدها بينو كده حلي مدينار بينو كده حلي وحينو كده حلي وحي الله أدورتي أو علمية وحي الله أدورتي أو علمية أيينو كده حلا إذن بالوحدة كسوقاتها هدول الله نجح كارديجلها نجح
شعورك أقوم حون قلنا بل قيمة إنك أم بنفح ولا أم بكافر ملحدة وأنا لا بقول أم بقف تاعي وضدك وجيرة يوحان حقه هين أم بقف حنو فاسقة أم بمسلم أو دغدغاق السؤال وبطنين بل محاد في اللي محاد دريم إسا بل واحد دريم إنه إلهي كاد يقف مسلمة دريم كابل قاده واحد قادت الله إنه كاد سبحانه وتعالى قف أهل السنة والجماعة وأنو الشيعي كاد يقف وأنو نوع حنو الرافضية كاد يقف وأنو إسماعيلية يدروس يبلاي يباس يتشن عابد انت بأنو الله كاد يقف بل قيمين الله سبحانه وتعالى بل أهل حباه إله الدين تيسا إنه سجيا إنه جس سجيا إنه هاي صنوع حكم إذا إنه الدعاء نقنه ممارسة الدعوة إلى الله إله الدين تيسا إنه ينتظك أبويا إنه برتاه دوا ذن أتبيسه برا أو قدمي ويقف في هدي عن واحد رغاق قبل سمين وأنه تشوق بأورن تهدي بيس كيلا نيسا إله الدين تيسا أنت برتاه وإنه تبيسه فلذلك فدعو واستقم كما أمرت الله عليك ويرددك ونتوسنا سؤال لك فريس سبحانه وتعالى ما هل هو بنا إلا إلى بفوس كفر يا لا يتقدم ولا يتأخر وقو هل قاعدة قاعدو فإن النفس إن لم تشغلها بالضاعة شغلتك بالمعصية نفط هذا هدي أنا إلهي ضاعدي سئي عبادتي سكون مشغول iyada ayaa kugu mashquulin doonta macaasi iyo xumaan ogow iimaanku inuu karno nusqaamana taa ogow marka naftan waa inad ilaahi daacadiisa ayuu la nimaan ilaahi daacadiisa waa inuu badina moogti tayib hadii jeeray dadka wanaagsan ee muslimiinta ah ee ilaahi diintiisa iyo daacwada saxa ah dadka ugu yeera waa inaanad ka fogaanin weyn بني آدم كان أركيس أو الله أون قلص ده حلم ترت تد كان أركيس أما بمجالد هكولت شوغان أما ودك هكولت شوغان أما مركل به شوغاني تد كوا الله بكو حضن إن من الناس ناسا مفاتيح للخير مغاليق للشر تد كي وح كم ضد فرياش خير كه خير كيف فريالو يهين شركنا وحي كيهين قفله وضدك وإن من الناس ناسا مفاتيح للشر مغاليق للخير تدك قاركود نوفر ياشا شركوي هذه يتعرى لمرك يددك وناكسا إلهي الدين تيسا كتوسا وإنا نتكفو غاني وي وإنا نتكفو غاني تي مدارس تهي تي معاهد تهي تي مساجد تهي هذا وحبرنا يا أنا مركّن عين كان لنا هاي معناه إذا ما ها قفك مسلم كها إنه أقوم يلون ويا مادية أقوم تمادية أبرو درجة هذا وقصة رئيس كقاضي أم ببي إتش كوشك أم بأكاديمي كوشك أم بماسر أم بباتشولر واحد دون تو نولتشي تكنولوجي واحد للشيء قبل دش كقاضي نكل يربينو بهنا يه بنبوي سمي نختار بينو بهنا وحكس الدوي أقوم بينوبها نيم وحكستا لكن وإلى النقطة قف ديلي ملحد وإن عند نقم الحال والله الله علاه قف الله الله علي أدق وحبكوا معه قف كأوترسو أنتوا ألا أوترو أما ريركي إنها النقطة أما حافدي إنها النقطة أما حسبي إنها النقطة قف كواحد كل قيمة يسا قف كني الله سدوكيا ورحلوك ألا ليه وعنك إله الدين تسمكون أكسي هاي دين تألم متجعلي هاي أهل كذا متجعلي هاي حتى دين تاكه شو الصح أولا لك مسلم كأقلهم هدي أنت اللعلي هاي وحبا يعني كل أبقادن أقول تنولي هاي وحنولي هاي وحبا تري مايا أحلى حتى رسا أقول تسير بترتم بركة هذا هدو إيه ترالة هدو ناكسن أوين سوغان وانا تهشو مثلا نبي الله محمد مركو دينتي عليه الصلاة والسلام وحن دعضي في تنتي اغوين ادبع دعضي حتى صدح شر رسولك لما آسنو واكتي صحابة دي قاربا شكيوزي رسولكم مبرد منبا تقاروا ايه الدوبين
إلهي إسلامي ماذا؟ هي مسلمين تمحوك يكبت بادي مالتي قف قركبت بادي كموها من أبو بكر ما يعيس يا إيشي يا مركا أبو بكر ما يعيس كم أشي يا يا ما يعي أبيه كوية إسكدة أبو بكر ما قام هذا وكوية عبد الله بن عثمان بوها عبد الله بن عثمان أيها أبو بكر إسقوا كنيه أعز الله الدين بالصديق يوم الردة ما لنتي ردة ولا عدا وحكومة بادية أبو بكر وبأحمد يوم المحنة إمام أحمد نمر كي محنة ولا عدا يحل الزمن في تاني العضي ومسألة خطر بدن وعقيدة مسلمين تتابن يسقوا القرآن كقصة أفسانة ما لنتي العضي نك القرآن كأذقعتي أحمد بوها أمريكا لقوبة بادية إذن إلهي ذينتي سو حباينا وعاوينا يا إنينو حيتش سنو حوهي إنينو كوكالصون نحي نصري إنو إلهي قعانتي سكتر الثقة بنصر الله وأن المستقبل للإسلام إنو كوكالصون نحي إلهي إنو إلهي لندونه مستقبل كان إنو إسلام كلية والعاقبة للمتقين وين تاخذ خان هذا سو ركتود ما أنت أسك أركتود ده وحن إنو قب لعي أم بين أبو بكر كه نقطة، أم بكر يمنيه هن نقطة، أم بكر سوريا، أم بكر ليبيا، أم بعالم الإسلام سن كبنيه، لأن هذا درك تود قوسة تا، يأسي بقى كقول دعيوك فواحد نقوله سأقول ده رئيس تبعه نقوله سا، وحنا ودنا وين دوقات مرحلة لما رجع إنا يتحي، وين نكوك الصنع، أم بيد إلهي قارب لله، سو موجودين، وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير. فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله فظن أبو الله سبحانه وتعالى أنت نبي إلهي وأي لا سعدان قاري ربي الله تيري أي دقالمين من أي ضعيفين وحي كسو قال إلهي طريقي سوى ما ضعفوا وما استكانوا اسمنا يديبين والله يحب المحسنين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين يقول لدي لي أنبياء بألا الله أنبياء إلهي صحابة دي كوية مبدينة كهرية مركزي هذا الصبرين الله يبرين ولما قالت هي ادي فشل هي شبكة هي قايسة سارية ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا بينا إلهي يدنبك هي قاية حد قد بيدي عن الله نبي برداف نقرداف كما ده هي قانا سوك كوة قالتنا إلهي النبي مركزي أجر كي الدنيا دي آخرة بألسي طيب مركز بارك الله فيكم رسولكنا صلوات الله والسلام عليه وحينو شيقي إنو إسلام كان كرن غلدون إلهي إنو دميستي لدونه وتامي لدونه إسلام لمدن حتى يصير الراكب من صنعاء إلى حضر موت ما يخاف إلا الله وذئب على غنمه وحالله وحكب غنمه يسوي ترين إنو سكسف لدونه إذن حديثة بشارة رسولك تلمام إسلام كإنو يلندون ويفربدين أم بعضو قلنا ولا أم بها النوران وأنا تكوك رسولاتو إلهي إسلام كإنو كركاري وأنا ذي يقين سنتان حماها قف كل لو قبها ينو أقعدوا حمدا إن هذا قعدت حقيقة بادلك بادلك واحد تجي ينو يعني والسولية وأنا كدق من اغترار أنا كقولين حقيقة البادل وإن هذا قعدت وقال ذن يدلل كان يحوك وحيامها نهيستان يعني كقول نقول نقار قلب جاجا دمية لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد الله يقول لي هكذا من يعني كذا من سعصعتك يوروريك يخرج المشهد السمين يكون قارد أرلد إلهي والسبت ودلنتات فأما الزبد فيذهب جفاء ودلنتات وحسك السولي لكن وحن ما انتهى لا الدوية حتى تكون قيمة سو حتى يقف كرشادي سو أي قاب انتهى وقاسعة طريق حق نوع عليها كذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين مركا وإن هذا الشرع لدى ذلك تكاليه وحيابها قف قسلان ومجي سقنانا وحكم إذا أخلاق ونأكسن وحكوك عاوسة دين تهذا إن هذا يستطوى وإن الله تماده وحانا أقوله الرئيس صبرك صبر لبعدك صوت ما دين هذا كيستطوى وما أعضي أحد عضاء في الصحيحين
وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. كتاب الزكاة البخاري كورينيا أي ماركت. والله سبحانه وتعالى وحلي لمسي يقفك ديق كخير بدن كنبلارن صبرك صبرك كبلارن الله مسيه وين صبره صبرك صدح قيود بوقع في السماء. الصبر على أقدار الله المؤلمة قدرك إلهي هذا حنوك سوق قاله إهلك أقول أنت هذا هو حنوك سوق لبي فقري وأنا صبرت طاعد إلهي الصبر بأوبه أنت قبوا قاعد وقول ذي تشيلان كذا قيد وأنا الحل هو رويس ستة هذا ما ليش هو واجب توان لا تماضو حل هو رمساتك على تماضو. والصبر على ضاعة الله حرات كي يقع كذي رمضان كوان الصبرت حج كي كليلك يضواف كي صعيق. والصبر على ضاعة الله إن أذكر صبرت الصبر عن معصية الله بتر إلى المعاصي ذا كصبر تود كأت كيس التوني بل هي رات هاي شهوة دادوا طب موقت هاي مركا ما هنا تكركارك ويدارته وين حبين تير وانسات إلى هذا إلى هيك بقو إلى هيك بقو دي والصبر سكات كيس سكجل قلم موقت هاي هذيك اللي دوادي رسولك قاده صلوات الله والسلام عليه دواء النبي دواء النبي نقل لي رات هاي مركا حالة النوع عن قطوة إن الصوم توي والدودي رسولك صلوات الله والسلام عليه إذا حلبك الدواء. طيب مركا تعلق على إن مركا قفك مسلم كي وأين هذه الشارة الصبر كان إن الله نمادنوي وين الله نمادنو وين الله نمادنو ما قفك ما ركتي إن الصبر ويدو أو مركا اللي بكون عضو أتبع بعلي سماها een sabay waxyaabaha qofka diintiisa ku sugo waxa kamida dadka wanaagsan hadii jiraale ahlul ilmiga ah ina dardaaran weydiisato iyo wanaag wayna dhahda wayna ku waaniya imaam ahmed isagoo la wado katiinadeysan oo ninkii maamuun la oran jiray uu doonayo inuu karbaasho ayaa waxa uu ku yiri ahad kamida dadka wanaagsana يعز علي يا أبا عبد الله عقوش أجانك المأمون لا إله دا ولي سيفتا كموسو صارين قل لم يسله قبل ذلك وحانو كل دارنا يا قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هدي مسألة سيا ودون يا أرض ما أنت أقول راعن وكدلية وكدلية تبدا بأواني صبر بيلا مثل واحد نارك إن أبا جعفر وكيقولها يا هذا أنت ليوم الرأس ما أنت أيوم بعد مدحت يا أحمد والناس يقتدون بك مثل هذا كسب سنة بورتان كقرآن كعذب بك أقطع يعني فوالله لئن أجبت إلى خلق القرآن لا يجيبن خلق هذا ما أنت كرة عدو أنت أي كادون يعني أو قرآن كونه مخلوق يا هاي خلق بدن برا عدونا هدي عاد كرة عويدنا تد بدن بان كرة عدونين هذين كني آن كدلنا كل بواد من دون تعبير ومع هذا فإن الرجل إن لم يقتلك فإنك تموت لا بد من الموت كل واد من دون تعبير هذا ما أنت كدلين واد من دون تعبير مثلا هذا بدعاء وكوي ريو هكون راع فاتق الله ولا تجيب الله كبقى هذا هو الكرباش والله سيد لو قرأ عيب على قمير ترى إمام أحمد سمعروفك كوا التاريخ ذا إمام حضوح بلا بين المايو فجعل يبكي ويقول ما شاء الله ثم قال يا أبا جعفر أعد يقول علمي لتردارك مالك هذا يترى لديك وناك سن إهال العلم قرن السان وإنا وحوي ديسان ووتكتان ووحي وناقنا كقادتان وإذين شيئان إذا وحي نقولنا كوبد بهذا أي نقولنا أيو إلهي الدين تيسا كسقنا هذا أي نقولنا مالك إذن بارك الله فيكم حليا أذك بين سكيترا وإن إنه هذا يترى له إلى شنو الدين تين وحقو قائمها بدن وقو قالسنا إنه هاي سنة الدين تين وين وأنا نعمة وقو بلعنا وين وإن هذا يترى له إنه حسوسنا نعمة كنا ذا تعالى هي عذاب كي يلا النار تا وإن قلبك كو هاي ستو كنا ذو بلاد الأفراح ودول كي فرحدة ودول كي مروجدا بأن لأركين لما جابوه لقوم بكوادو لما دينتو نعمة تعالى وليد بابن آدم كم يفكرين قلبي جود أنا كم يصدعين كم يصدعين كنا ذا وحيالا
كما يسوني ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر إنك هذه واشنطن لقاب الشيكة أنبا مكة وحبا تصور إيسا تلوم بورها بورا موكا ليلة دحايا ما سوخ روكا لا أكوية اللقو وحبا مثلا وحبا تصورنا تصوره لكن تنادى وحيا لا أبدا مرنبا غف تصور كرايا منهن إذا أمرك وإلي نكف كرر نبكى ستوك وقود عدنا oo kuugu dhacda diinta adana waa inaad ogaato inaad janno ku heliiso nabiyullaahi muhammad alayhi salaatu wassalaam isagoo waa ki soo mari tiray yaasir iyo ammar oo inankiisa iyo ummu ammar waa saddex saxaabi oo is dhalay wa saxaabiga yakii dhalay iyo hooyadii markaas oo arkay ayagu ilaahay dartii loo dhibay أحبك رسولك كلاو ما قبنين لكن وحوت شايين إيش جنة هلي دونان صبرا آل ياسر صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة فإن موعدكم الجنة صبر أبوي صبر صبر بلن كوات جنة ذا بلن كوات جبنة حديثك هو حسن صحيح وي حسن صحيح وي مركاتك هو إن الصبر نبدأ نبلا الله كل مدونا أنصارك لرسولكم محورها إنكم ستلقون بعد أثرته أنا قد بضي وحى الله كل مدونتان برصشة الله إذا كبرصده أثره وبرصشة ذا سد برصشة يا مال أي ذلك مدونتان فاصبروا حتى تلقوني على الحوض صبرا إلى الحوض كي يقول كل ميسان إسك صبرا الديو يوريرك إسك النار مرك هذه ترى بارك الله فيكم وإن إنه كفك الرؤى آخر هذا كبر لعن الدنيا كوبا إنه أركينا هذا بحي اللي يدل إنه قبها هي ثباتك سو كوبينا حلي هذا أي واجب من وقتها إنا ينسقنا نه مركي في التاني دعوة إنا ينسقنا نه في تن بعد عيسى في تن توا مسلمين تدقال هذا النحمر وحروب الفتن مسلمين تو استلقين أي استلقين ما هذا قال حقا وحروب الفتن ودقال الله أم بناني وي ودقال الله أم بناني إسكت قفك مسلم كدل كيسة وحن بنانين إلى توري ولا صباح وحن بنانين إلى قرية وقبط وحن بنانين حتى إلى تكنيس سعيال كيسكمين نحيط سريم ما رأنتوا أبدا حتى ما بنان وحبنان معه في تنتع سمر كيد عضو وإني نصبره وإنه قفكم ما ركت السجن هذا وي وإن السجن هذا وي ضايب واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تضع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرضا مركا بارك الله فيكم وإلينا صبرنا فتنة واعدة ضوحة كم إذا فتنة المال وإن أدحولاك فتنوبي وإن أدحولاه لدو دقيت قابني يقيت درب أنا ضفورين وإن أدحلال يحارم بكو قادم وإن أدسال سوحنا أدعوني سوينا ذيكتو وقو بي يقف مسلمات هاي وحكو قفلا سعى بريسة ربع أما بيتقى مضيئة كوفنا وقتهين قفك بين آدم كإمارك ودنته دكتور أحمد باتشو وكل علمي كهذه تهنعي وحا وهر وهر قرما وعلوش بالاي لحظة وعلوش قفك أيا وهر قرنتا مركا أقو وإنا أهجاتي سوء علوش آدم وحد قلينيس مالك وإنا نتكف تنوبي وحا كلو لقو فتنة الجاه مضحني معه يقف كوجي مركا الله وحلله سبحانه وتعالى نبي الله محمد اسكلت شوكوا مساكينتا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم نفتاد واحد كود الحناء واد كو حنبتا كو ربي قود عابد يقال هراء يقال دنبا إله وشي يسد دوني إنها قونا يعني كلالين أدقوا الدوية دلالال كيد الدوني حرق يوم بضيان يعني وشي يسمع دو آني مدنا بقول اللحاني مالك iyo wajid doonidu amba masab doonidu labaduba diinta way baabiya sidayay adhi cidla ka heshay ay u baabiso weerka soomaadna taqaanaan baalka weera la yiraahda adhi dhan haduu helo halkaas uu ku wada dhuftaad gam ayuu ka dhiga ma diibani jaa'ani ursila fi ghanam bi afsada laha min hirs al mar'i ala al mali wa sharaf li diinihi wa waxa kaliye qofka diintiisa baabiya هذا مالك جد قابني جد درب أفرى إياه منصب شعير إياه مدحني ما شعير هذا ميلو البوتشر معنا حديثكم إحنا قلنا يا قفكو إنه كدة دالو حول الرياضين تودا إياه شرف
waxay fasahadiyan diinta si ka daran sida ariga weerku helay uu u baabiyo oo kale la arkay maay idan marka barakallahu fiikum xaaladaas oo kalena waa inaynu sabaat la nimaadna fitooyinka waxaa ka mid ah fitnatu zawja oo dumarka xataa marba guriga lagugu imtixaamaya إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم بأ الله سبحانه وتعالى وحكم دمر كيني يا أولاديني عدو يا كدكتون هذا بعنا يا يعني كركارك كويدارين عروتي باقي الطبقة إلي نيسا مركا عدو البينات شلو معها فتنة الأولاد بها ترتو عروت بربطو فليني بأي بخيل نمائي بلو نبو كوكي نيسا ان واحد تراح فتنة واهتمادا فتنة الاضطهاد والضغيان مرك قار كود بالله لا قدر الله واحد دعي كرا ضد المسلمين تابا ان عليس نصارى ضغدي لقوا قبصده لقوا بهدلوا لقى اود بطه اصحاب الاخدود وكلا قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين الشهود ويسبر الترين حتى ديوغي انغه ريي انت الله سو قب قبته او قد لغو ريدو ايا هلكا انت ميشار لغا قبته لبا قيبو انت لو كلا تورو ايا قفكا سي مرنبا ان دينتيسا كنقني سيدا بخاري اورينايو حديث خباب رضي الله عنه شكونا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسل بردة في ظل الكعبة اي رسولك بركما او غويسا كدغتاي او كوجي اما ارغتاي كوتيرسن يحي كعبده هدكيده أيانو أعب النبي لي صحابكا مركا النبي وحول صلى الله عليه وسلم قد كان من قبلكم قد يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها تذكي ذكه الرئي قد كان من قبلكم أو كما قال نكوال سوق من تري مركا ساقود له قودي تري فيجعل في قد بهوش أسال لقلين تري فيجاء بالمنشار وحل سوق هذه تري منشار فيوضع على رأسه ماذا هي دش اللي قد يجترى فيوضع ومشار حتى سيف ماها وبهلك نشار بحوت رسول الله رجل كاي رجل حنو كده بحدي مرق ولا سيف انت لو قلت طلبة دين على وكرة التوراة نقص يكون دافس لكن ومشار برسول كتر ماما يا صلوات الله عليه وسلم فيوضع على رأسه مشار تهلك على قبطي فيجعل نصفين ده طلبة قيود بالقد يجترى ويمشد بأمشاد الحديد تبي تفرلي سو فرلي ده سو ما ادري باش فرالي ايا شركة انت اللي دحغليو ايا هلبك ايا لفت لو كلا ساري جري ويمشد بامشاض الحديد من دون لحمه وعظمه فما يسده ذلك عن دينه بحنوك انت اللي مو هيد من قفك كتشيديا ام بكدقا تشي دين تيسا نغنا ما انت اكتر دورك لو غو دفنايا جنا وداده جنة وداد الرميسة بتعرس بغنس الموت فما يسده ذلك عن دينه برسول الله صلى الله عليه وسلم تاسي دين تيسا كمي جين تيم فتنتا اي مسلمين تولا كل مدونان اي رسولك اسي الشيقاي اي انو غباهن ان اي نصبر روح دي انا سو قادو وفتنة الدجال دجال كسو بحيتان كيسا دجال كالشيطان ماها تجال هو قف بني آدم وإن أدعوكاتان وان اندال يرى بلوغو همار بقربو لقونا يا من نبي نبو الشيغان يا ومارك قد بيسمر كو الشيغان يا إلهاني مادا نكاسي وحو سو صابحي دونا وصابحي ماركا وصابحو وإن قفكو ألا كم مغان قلوي رسولك وحو صلى الله عليه وسلم أيها الناس لم تكن فتنة على وجه الأرض منذ ذرأ الله آدم أعظم من فتنة الدجال إلهي أنت آدم أبو ريل لك صوب لابه إلهي أنت الدجال صوب حدونه فتنت يا امتحانك الدجال وتمتكوين الله صوم الصاري وتوضر مع أبو ربي يا عباد الله فاثبتوا برسولك أدو ماذا إلهي وسونا هذا فإني سأصفه لكم صفة لم يصفها إياه قبل النبي وأن دين تلمام دونا أنك أستامه سأي على مده الله يهي على مده أن كل شيء دونا أو نبي قوه الرئي آن أشيء أمدي سطورا وصوب حيا سمانا امتحانية في تنتا سمانا سعورنا يا دع ورد دعيسا
سنادهن أبارو إنه قد عين هذو إنه قد صوب بحيلها هاي الرب قد دعورن لها ما حد ما الله ينسى قف ما هرين أم بدل كوامر لا يبرك صوب بحيلها قف إنك ما هرين إنك إسكب الدايو أنت إن بدم حقوق حيسن لها با تدرت رب تدرى أم بره من دموش بلاها ما كارك بدم براحيلها وفتن حتى قفك ما ها إنه يجاه ذو أنا وان الصبا ويا رسول صلى الله عليه وسلم وح لها قفك مؤمنين تكم ذي مقلة إنه نكاس الصوب بحي فلينأ عنه هكب حصده وان الصبا هأرني والله إيمان كي يعانه ما نود دفسن كلام من دجال بالشجيس والله أنت كنت صدوي نكالا دعك الكتاب وهو خطر وهي فتن تسوى سهلا ما تتبدل أيها مركز السوق عورنا أيها مركز السوق عيان سمد أي داء مركز أي داء أيسا ملكو دوقاقي سوصار مركز السوصار أيها محاضم بلين أساسو ماذا أبارو هلين يوكل لها هلو بقول البراء نسأل الله العافية مركز أولا ليال بارك الله فيكم الله يذن بركيه دردارك أنه حوي إنه إله الدين تسوك سبنانا وحكالي إن أنفعي ودينتين وحكالي أدوك إيا آخر ضب إن أنفعي ودينتين إنه هاي سنو وإنه ولا لمدين إلى لنو وإنه إسلام لمدين إلى لنو ضدك وحا إسوتهنون قفك كل الدينتا ولا الكاغ وولا الكاغ مسلمك إنما المؤمنون إخوة وين تائنو كرسنا نوية والله ينقى خلدين وانا ينقى لومين الله نائنو انقلنا الله نائنو برينو وسبحانك اللهم وبحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.